رح نبلش بالخماسية. عم نشوف حراك كتير ضاغط باتجاه الكتل النيابية ليحاولوا يوفقوا شوي بموضوع المشاورات لما نقول حوار. هل ستنجح الخماسية ولا برأيك بعده الباب مسكر على الحوار أو المشاورات شو ما سميناه؟ بالشكل كان مطلوب اليوم أنه الخماسية تعمل هذا الدور، عم تحاول قدر الإمكان، ولكن بالجوهر صراحة ما صار في تقدم ولا سنتي لقدام. دليل على ذلك رفض القوى السياسية أو بعض القوى السياسية موضوع الحوار والتشاور قبل انتخاب رئيس الجمهورية. هذا الطرح حتى الخماسية تحدثت عنه سابقا وقالت أنه لازم يكون في تفاهم ينتج عن تشاور أو حوار، سميه ما شئتي، في إطار تقريب وجهات النظر. اليوم للأسف القوى السياسية اللبنانية في جزء منها ما بده لا حوار ولا تشاور. هيدا بيعني انه اللجنة الخماسية فشلت في تسويق هذه الفكرة، بس ولكن هي مش مهمتها تحمل مسؤولية لحدا، ولا مهمتها تقول فلان عم بيعرقل، ولا مهمتها تقول فلان عم يسهل. مبينين اللجنة الخماسية اليوم عم بيقوموا بأدوار نيتهم طيبة فيها، حث اللبنانيين على انتخاب رئيس الجمهورية، دفعهم إلى الأمام أنه لازم تعملوا شيء قبل ما يخلص شهر حزيران. ليه شهر حزيران؟ لأنه العالم كله رايح لينشغل أكثر ب 5 نوفمبر يعني بالانتخابات الأمريكية، وبالتالي ما حدا رح يكون فاضيلنا. هذا الموقف قالوا الفرنسيين للبنانيين سبق وقالوا ليه لما حكوا عن حزيران، أنه لازم من هون لحزيران تخلصوا. وبالتالي اللجنة الخماسية تحت هيدا المعطى تحركت وصار في دفع أمريكي، لأنه كمان أيضا في مصلحة أمريكية بإنجاز هذا الشيء على الساحة اللبنانية بعهد هذه الإدارة، الإدارة الأمريكية. بس ولكن أنا شايف لهلأ كتير في مطبات، كتير في فرامل. تعودنا بلبنان ما في شيء يقيني نهائي تام، بس لهلأ لهذه اللحظة للأسف ما في تقدم أبدا. بس نحن لما عم نحكي عن أطراف ترفض الحوار أو المشاورات إذا سميناها، طب هني عم بيقولوا هني بالعكس منفتحين على المشاورات على غرار ما حصل ما قبل جلسة التوصية اللي رفعوها بخصوص النازحين، وعلى غرار ما حصل من مشاورات أيضا قبل التمديد لقائد الجيش، وبالتالي هني ما عم يرفضوا التشاور، هني عم يرفضوا الآلية اللي بعده حتى اليوم الرئيس بري متمسك فيها. اليوم الخماسية كيف بدها تتجاوز هيدا الموضوع؟ خلينا نحكي بموضوع الحوار أو التشاور. في قوى سياسية عم تطلع وتقول مثل قوات على سبيل المثال أنه ما بدهم الدعوة تجي من رئيس المجلس. رئيس المجلس بالمقابل عم بيقول المجلس النيابي أمانته العامة هي اللي بتوجه الدعوات، وليس شخص الرئيس بري. بمعنى الأمانة العامة لمؤسسة مجلس النواب توجه الدعوات لفلان ولفلان تفضوا على الحوار. ثانيا بفعل وجوده كرئيس لمجلس النواب الرئيس بري طبيعي انه يترأس هذا الحوار، وهذا الشيء حتى الخماسية مقتنعين فيه. بس ولكن ما بيعملوا فرض على القوى السياسية اللبنانية انه انتم بدكم تاخذوا قراركم، نحن بنتمنى تعملوا شيء. فلنفترض اليوم انه ما في مجلس نواب أو أمانة مجلس نواب أمانة عامة تدعو أو رئيس لهذه الجلسة يترأس، مين سيدير الحوار؟ طيب نحن بنجي بعملية المأسسة الموجودة بالبلد، في فراغ برئاسة الجمهورية، عادة رئيس الجمهورية هو الذي يدير الحوار، الأولوي له هو رأس الدولة. طيب منه موجود الحكومة في جزء اليوم بينتقدها وما بيلاقيها تناسب الحياة السياسية اللبنانية حاليا، أو لأنه بيعتبرها تصريف أعمال عم تقوم بمهام خارج عن صلاحياتها، يعني هو بيعتبر هيك مع العلم أنه الحكومة عم تقوم بواجباتها الطبيعية. فبيقولوا أنه مجلس الوزراء ما عنده هيدي الصفة ليقوم بهذا الحوار. رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية غير موجود الرئيس. طيب مين صفة غير مجلس النواب؟ مجلس النواب آخر شيء الرئيس بري. إذا ما نجي اليوم منطقيا وعلميا ودستوريا وقانونيا وبكل المقاييس وطنيا، لا يمثل نفسه ولا حركته السياسية بموضوع إدارة الحوار، يمثل مؤسسة مجلس النواب يلي هي جامعة لكل الطائف السياسي. وبالتالي ما في مجال، ما في مسار آخر لإدارة الحوار أو التشاور إلا عبر مؤسسة مجلس النواب. هيدي ضمن الآلية اللي دستوريا متعارف عليها، بس نحن بنعرف كمان أنه نوايا الفريق الآخر هو بالشكل يشاركوا بهذه المشاورات لحتى هدفهم الوصول إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. وبالتالي هن معلقين على قصة الآلية لأن بدهم يوصلوا لهدفهم، ما بدهم يمشوا بهذه الآلية. والله رواند لا، بالمعطيات أكثر إذا بدنا نجي نحن نفصلها اليوم. المسألة مش هيك، ما إلها علاقة في الملاحظات لا على
أداء إدارة الحوار ولا على الدعوة، هذه الشكليات. لما بيكون في هدف نبيل بالوصول إلى حل بصير في تجاوز اليوم لكل هذه الشكليات، بس مبين واضح أنه ما في اتفاق لبناني لبناني، بعده كل فريق مترس ورا موقفه، ما في حدا عنده رغبة اليوم من القوى اللي عم ترفض الحوار أنه يوصل إلى نتيجة يقبل فيها أنه يكون مرشح الطرف الآخر، والطرف الآخر هو يقبل لا يقبل بالمرشحين المطروحين إذا كان في موجودين. يعني بمعنى آخر خليني أقول ما في اتفاق على شخصية لرئاسة الجمهورية من قبل اللبنانيين يحصل على الاتفاق قبل الانتخابات. مقابل بقاء استمرار ترشح سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية وبقاء الداعمين له متمسكين فيه، الفريق الذي يرفض اليوم ما عنده أدنى استعداد أنه يتنازل ليقدم خطوة باتجاه الفريق الذي يدعم سليمان فرنجي قبل إعلان هذا الفريق أنه يقبل مرشح آخر. نعم. والفريق الذي يدعم سليمان فرنجي متمسك فيه حتى يعلن سليمان فرنجي نفسه أنه بطل بده رئاسة الجمهورية. نحن بهذه الدوامة لا دوليا ولا لجنة خماسية في قرار حاسم جازم بفرض شيء على اللبنانيين، ما في تغيير بالمعادلة الداخلية اللبنانية لهلأ لهيدي الساعة. التشاور والحوار مهمته إذا حصل بيقرب وجهات النظر، يمكن فريق يغير رأيه، يمكن مرشح وسطي الآخر يقنع فيه الثاني، يمكن يمكن، هيدي فرضيات احتمالية. ولكن لهلأ للأسف رواند نحنا يبدو، وهيدي بمعطيات التحليلية مبينة لهلأ، أنه هاي الفترة ما في انتخاب رئيس جمهورية، حتى الحلول اللي مطروحة من الخارج عم رح تكون يمكن سلة واحدة، لم يحن أوانا بعد. هل يحن الآن بعد انتخابات رئاسة الأمريكية سنة الجاي مثل هلأ؟ بعدها للأسف ما في تحديد وقت. وبالتالي الخماسية هي عارفة هيدا الجو وعم نعم. بتقطع وقت ولا بانتظار يعني أكيد التسوية الإقليمية الكبرى ولا شو عم تعمل؟ خليني أقول نقسمها اليوم الخماسية الدور العربي دور متماسكين؟ نعم، كان في شوية ملاحظات بين القطريين والفرنسيين المصريين والفرنسيين، بس خليني هلأ أقول أنه لا على القليل اليوم في عندهم اندفاع. الدور العربي تحديدا الموجود بالخماسية إن كان على مستوى الخليج أو المصري يعني السعودي القطري، نعم. المصري دور عنده هدف نبيل، خلينا نحكي صراحة، بده أنه اللبنانيين يتفقوا، ما بيتحمل أنه اللبناني اليوم يروح على مزيد من هذه الانقسامات ومن الفراغ، له مصلحة اليوم الدور العربي أن يكون في لبنان رئيس جمهورية يقدر ينسجم مع الموقف العربي لأنه في استحقاقات كبيرة. الأمريكان والفرنسوي، الفرنسوي أساسا هن من الأساس بدهم يلعبوا دور بالساحة اللبنانية، نعم. وبالتالي أنه خلينا نعمل شيء، حاولوا أول مرة تاني مرة تالت مرة مستمرين. هلأ اللي فكر أنه الدور الفرنسي خلص بقول لك لا، هلا بتقليلي فعال بقول لك لا، الفعال هو الموقف الامريكي. نعم.